اريد الاسد. يلا الاسد. اوه السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ وياكم مصطفى، ورجعت لكم بحلقه جديده من ببجي موبايل. اليوم شباب راح نفتح باكجات. الحلقه اللي راحت مال تفتيح الباكجات وصلت 120 الف لايك، شكرا لكم على اللايكات. هاي الحلقه هم فجروا لايكات حتى اسوي لكم بعد تفتيح باكجات لعيونكم، واشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين. فاليوم شباب نزل باكج جديد اللي هو باكج الاسد. هذا باكج الاسد الجديد، شوفوا ايش بيه. بيه عندنا هذا الجنطه، اول شيء هنسوي هيك ونشيل هاي. عندنا هاي الجنطه مال الاسد، وعندنا هذا الزي مال الاسد، وعندنا هذا الزي هذا مال البنيه، وعندنا هاي هم مال البنيه. اوكي وشوفوا قناع الاسد، فشي رهيب. هذا الباكج خرافي، واذا طلع لنا هذا انا هم قابل، هذا اريده، ما عندي الطاوله الحمراء. الباكج خرافي، الباكج شوفوا 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 الكار، شوفوا اليو ام بي، فشي اسطوري روعه. هذا اذا طلع عنا هم فشي كلش حلو. بينا نفور الثلجيه، كل شيء بيه، كل شيء بيه، خوذ اشكال وانواع. فاليوم 7000 شده راح نحرقها لعيونكم. نظام الفيديو نفس نظام الفيديو الاخر، راح نفتح 10 باكجات مفردات، وبعدها راح نفتح 10 سوى 10 سوى 10 مفردات 10 سوى 10 مفردات. بس شباب اعطيتوني نصيحه، قلتوا لي من تفتح باكجات لا تلبس شيء. والله على حكيكم انا مالي دخل، انا مالي دخل، قلتوا لي لا تلبس شيء وراح حظك يصير حلو. فهاي هاي قدامكم. اوكي ما شيل هذا بقرون، شيل هاي البدله، كل شيء مريت، كل شيء مريت. حط اخذف لي ارقان، اخذف لي ارقان. البيجامه انزعت، ها البيجامه يا حسب عليك ما نشوفها. بدون بيجامه بدون حذاء، شيل الحذاء. هاي على تعليقاتكم، بس والله ذا صحيح، والله ذا صحيح. ها هاي اللي بوجهنا هم نشيلها، شيل يا ولد. قلت لكم شغله، حتى الفلير جان شيله، نشيل هاي. اوكي نشيل هاي العوده، تمام. احنا فقره ببجي، احنا فقره، اعطونا حظنا سووه حلو. اوكي يلا يلا هسه نفتح واحد واحد. وبعدين اكو نصيحه اخرى شباب، ما ادري يمكن ما لها علاقه، انه تخليه على شيء يعني هيك فد شيء عادي. تفتح باكج، نفتح اول باكج. يلا بدايه اول باكج هذا شباب. شو الحظ هذا؟ شو الحظ من البدايه؟ الثاني شنو هذا؟ الثالث شباب راح اتخبل. الرابع اوكي تعوض لنا باكج. او ماي جاد. اوكي الخامس حلو. السادس شباب، ارجع 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 اصعد فوق، حط على اشياء غاليه. السابع شباب شنو هالحظ؟ الثامن راح اتخبل، لا مو عشرة. التاسع اوه ماي جاد. العاشر خلاص شباب خلينا نفتح 10، هذني كافي كافي. بس 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 هسه شباب راح نفتح 10. شنو هالحظ؟ شنو هالحظ؟ ما حد شايل ليش حظ ترى؟ كل اشياء عندي وما بيها كل فائده. هولي مولي. يلا 10 اعطينا شيء رجاء، اعطينا شيء حلو. اوه مال النسر وسياره بوكي. ما عندي سكن البوكي، لا والله عندي بس هذا خرافي. نسر ومال بوكي. لا 10 بالغلط. اوه يو ام بي ما عندي. اوكي هاي البدله عندي قدر عندي، ذيك الحلقه طلعت لي عندي قبل طلعت لي. ها بعد شغله هاي ما عندي مال القصاب، هاي كنت رائدها والله العظيم. كافي كافي. ها هذا لنا ببلاش. اوكي فتحنا 10 بالغلط، خلينا نشوف خلينا نشوف ايش طلع عندنا. اوكي اوكي مال النسر اول شيء عشان ها؟ والله حسبالي كبيره، والله حسبالي كبيره، شنو التفاهه؟ لا كمان كمان. شوف مال القصاب انا فرحت بها والله، هلا هلا بالقصاب، هلا دور بيتها المنجل. ها هي بعد شردو شردو. وين السياره البوكي؟ البوكي ادي بيها هذا، هذا مال باتل باس مال رويال باس العفو، وهذا العادي وهذا الاحمر اسطوري. يلا اللي بعده هسه نفتح وحده وحده. والله الحظ زين، انا قلت هذا بس. شوف شباب شوفوا هذني مال هذني، اول خمسه نسبه ظهور هنا لك 500%. ليش؟ اوكي ليش ما طلعت؟ او ماي جاد او ماي جاد. لحظه شباب لحظه، خلينا نبدل ملابس، تبديل ملابس. انا وين رحت؟ قمت ما ندل طريقي، قمت ما ندل طريقي شباب. هاي هولي موني. والله حلو حلو حلو، شكرا شكرا، حظ بدا يتحسن. فتحنا واحد بعد تسعه، ووراها نفتح 10 سوى.
اوكي اثنين ثلاثة ما نريد. اوكي اربعة شباب يمكن عشرة عشرة احسن. خمسة والله ما ادري. ستة اوه ما عندي هاي الطاوة ما عندي هاي الطاوة شباب ما عندي ما عندي هاي الطاوة وين اريد الطاوة. شوف هذني طاواتي هذا مال باتل باس وهاي يمكن مال باتل باس وهاي يمكن مال باتل باس يمكن ثلاثة لا واحدة اتذكر مال باكج. فشباب شوفوا الجديدة الجديدة اسطورية. يلا خلينا نكمل قد فتحنا ثلاثة يمكن والله ما ادري يمكن ثلاثة المهم بعد لنا سبعة. يلا اسد اسد رجاء الاسد اسد شنو التفاهة اسد 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 بعد اربعة اوكي بعد اربعة خلينا نفتح عشرة العشرة احسن. تمام ثلاثة اثنين اوكي الاخير واحد او ماي جاد سكن مال كار اسطوري وجتنا ثلاث باكجات. اوكي حلو نستلمهن ليش لا جيبهن زايد خير يا رجال جيبهن زايد خير حلو. وين خلينا نشوف طلع لنا الكار مريت شكرا. الكار وينه هلا بالكار عدي سكني انا الكار هذا وهذا حلو رهيب. يلا هسه جلد عشرة يلا الاسد الاسد هذا ما عندي حلو هذا هم ما عندي بقي ما عندي وهاي هم ما عندي والله شنو اريده وهذا هم ما عندي وهذا عندي اوه شباب يعني خمس شغلات ست شغلات حلوه باكج واحد والله بعد افتح عشرة عشرة والله بعد عشرة عشرة شوفوا شوفوا خرافي خرافي ترى هذني العشر باكجات اسطوريات للامانه. شوف عندنا هذا هاي لبسيها هاي توها طالعه من الحمام وهاي توها طالعه من الحمام لابسه وردي وهذا مال شنو يمكن مال هاي شو ها هاي مال العين وبقت عندنا بوقي يمكن شباب بوقي جديده خلينا نشوفها. اي والله بوقي جديده هاي عندنا صار عندنا اثنين بوقي هاي وهاي والله اثنين حلوات اثنيناتهم حلوات والله بعد عشر باكجات. هو ايش قد بقى عندنا 1700 اخر عشرة وراها نفتح مفرد. يا رب اريد الاسد انا جاي على مود الاسد خلصان الشدات خلصان الشدات اريد الاسد اريد الاسد يلا الاسد اوه ماي جاد انفور ثلجي حلو انفور ثلجي اسطوري يتطور هذا شباب شايفين اذا يتطور يطلع كل مسج ثلجيه ديم يا الحظ ديم يا الحظ والله الحظ اليوم والله وجهكم وجهكم خير علي اليوم وبعد ما افتح باكجات بس وياكم والله وانا صدق ما افتح بس وياكم ولا فور ثلجي اويلي بعدني ما شايفه اويلي اويلي ذا يتطور اويلي ذا يتطور هولي مولي. يلا شباب خلينا نفتح مفردات هسه عندنا بعد كم شده وكم بطاقه ايش بيان يعني ور شباب قمت ماندل قمت ماندل روح منا اجي منا زين عندنا ثلاثه من ثلاث باكجات من هذا الفوق. يلا بقت لنا تقريبا حوالي سبع لا شنو سبعه خمس باكجات من هذا مفردات. المفرد ما بيحظ المفرد ما بيحظ ما اعرف ليش المفرد يعني شو شغلات سخيفه شغلات مالها اي قيمه حتى حرام يحطوها بالباكج حتى حرام يحطوها باللعبه اصلا كلها. ها والله بقت عدة شدات شنو السالفه شباب شو شداتي ما تخلص رفيعي او ماي جاد الحظ شايفين اذا طلع لي هسه الاسد شايفين شو اسوي اخر باكج اخر باكج اخر باكج هذا اوفر ابو الصوف بالمره القادمه ما طلع لنا الاسد ما طلع لنا اي شيء هاي مال 500% ينصبون علينا ما والله كنت رايد قناه على الاسد. يلا عندنا قناه ابو قرون ما نريد اوكي عندنا هنا ثلاث باكجات من هذا الجديد هذا العملاق فنشوف ايش بيه شغلات يو ام بي وردي سكار وردي عندنا هاي سكن مال بنيه كلش حلو عندنا هذا الضخم حلو هذا ادي من يمه تمام. يلا شباب خلينا نفتح لنا ثلاث باكجات والله بي قليل غرض فنسبه ناخذهن انه نسبه كبيره. يلا راح اموت راح اموت شباب من الحظ راح اموت اوه شباب واو الحظ واو تصفيق تصفيق بقى باكج واحد اخر باكج نقول يلا على الله خليها. ها شنو هاي ها هذا مكمل للي عندي هذا مكمل للي عندي ما ادري فهمتوني او لا هسه افهمكم عندي هذا الشفقة مالته هاي حلو بقى بس التنورة اوكي ان شاء الله نجيبها. فاليوم الشغلات
كلش حلو، اعتقد هذا كلش نادر شباب، هذا يتطور يتطور يصير خراف. اوكي شباب، والله كنت اتمنى يعني يطلع لي الاسد، بس والله طلعت لي شغلات هواي اصلا ما عندي. طلع لي سكن مال فور، طلعت لي البوغي، طلعت لي سكنات، يعني في شغلات رهيبه مال كار، كل شيء طلع لي اليوم. فتمام شباب، وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى عجبكم. اذا تريدون اسوي بعد تفتيح باكجات وعجلات حظ، فجروا هذا المقطع 120 الف لايك، واشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، ونشوفكم ان شاء الله بحلقات قادمه. وبس، مع السلامه. I come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story I'm writing, producing. I mix it, I master.